لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فرمضان هو شهر القرآن، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والقرآن هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول الحق سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ويقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث. ويقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. ونحن في هذا الشهر العظيم رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: ربي منعته طعامه وشهوته فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته نومه وراحته فشفعني فيه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإن شهر رمضان فرصة عظيمة لتعلم القرآن ومدرسة القرآن. وفي هذا الكتاب، هو كتاب الكمال والجمال، الكمال والجمال في القرآن الكريم، يبرز هذا الكتاب وجوه الكمال والجمال المعنوي والبلاغي في القرآن الكريم. فمن حيث الجمال المعنوي، يحدثنا القرآن الكريم عن الصبر الجميل والصفح الجميل والصراح الجميل والسعي الجميل والعطاء الجميل واللباس الجميل وعن كثير من أوجه الجمال والكمال في حياتنا وفي معاملاتنا وفيما يجب أن نكون عليه. كما يبرز بعض مواطن الكمال والجمال اللغوي، سواء في استخدام المفردة القرآنية التي لا يسد مسدها سواها، لا من المتعارفات عند القدماء ولا من حقول الاستبدال الرأسية أو الأفقية عند المحدثين، أم من حيث الأساليب، فما قدم لا يصلح مكانه التأخير وما أخر لا يصلح في مكانه التقديم، فهو أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان، فهو كلام الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وهو أحسن الكلام وأجمله وأعزمه وأبلغه، وهو أحسن القصص. ألم يقل سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص؟ ولما سمع الأصمعي أعرابية فصيحة بليغة قال لها: قتلك الله ما أفصحك. قالت: أي فصاحة وأي بلاغة إلى جانب فصاحتي وبلاغتي وعظمة كتاب الله عز وجل، وقد جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وسمع أحد الأعراب قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فقال:
أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع، ويأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، إنه رب العالمين ولا أحد سواه. وهو القائل خلق السماوات بغير عمد طاونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. عندما تقرأ قول الله تعالى في خلق الإنسان بلى قادرين على أن نسوي بنانه، لماذا خص القرآن الكريم البنانة دون غيره بالذكر؟ أثبت علماء البصمات والعلم الحديث أن الناس منذ خلق الله الأرض ومن عليها وكل الخلق الذين أخذت بصماتهم لا توجد بصمة إنسان تتلاقى مع بصمة إنسان آخر في الكون، قد يلتقي معه في بعض الصفات الوراثية أو غيرها أو الجينات أو غيرها، أما أن تتلاقى بصمتان أو أن تتشابه بصمتان فلا. فسبحان من قال بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ولما يتحدث القرآن الكريم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يأتي العلم الحديث ليؤكد أن الطفل يمر بمرحلتين، إحداهما مضغة يقال لها مضغة غير مخلقة لا تحدد فيها الأعضاء ولا تبرز فيها الملامح ولا يبرز فيها التخليق، ثم تأتي المضغة المخلقة. وعندما يقول سبحانه فكسونا العظام لحما، يأتي العلم الحديث ليؤكد أن مرحلة تكون العظام تسبق مرحلة تكون اللحم. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك قبل ما يزيد على 14 قرنا من الزمان؟ إنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من قال به صدق، من قال به إنه كتاب الله، إنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل. لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، وهو تاج عز لمن حفظه وعمل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن وعمل به ألبس والداه أبواه أبوه وأمه يوم القيامة تاجا ضوءه أعظم من ضوء الشمس في الحياة الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ نسأل الله أن يرزقنا حسن فهم كتابه وحسن فهم سنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.